وشوق الفنان حكيم جمهوره بفيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة 100 مليون في النوبة، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع انستجرام وكتب عليه قائلا: مع حبايبنا في النوبة انتظرونا. كان المطرب الشعبي حكيم طرح أغنيته الجديدة مشبعتش خصام عبر يوتيوب من شهر، وتعاون حكيم فيها مع الشاعر أمل الطائر والملحنين وحيد المريجي وعصام توفيق. بس احنا عندنا كده